من الحاجات المهمه. الموضوع اللي هم كانوا بيتكلموا فيه النهارده بقى ان هم جايين يعملوا مشروع كبير جدا باستثمارات حوالي 15 مليار دولار في السخنه. 15 مليار دولار في انتاج شكل الطاقه. الاستثمارات ايه يا سياده الفندم؟ انتاج الطاقه المتجدده. أيوة. والوقود النظيف للسفن. ايوه بس هو بقى سياده الرئيس طبعا دايما يحب يتوسع في المشاريع اللي تفيد مصر. نعم. فقال لا احنا ليه نقف عند السخنه بس؟ تعمله في جرجوب، اعمله في اسكندريه، اعمله في اماكن اخرى، يعني مش في اكثر من ميناء اخرى. اكثر من ميناء اخرى. نعم. لانتاج الوقود النظيف وتموين السفن الطاقه الخضراء، يعني وتموين السفن كمان بالوقود النظيف. ثم قالوا هندرس الموضوع ده. سيادته شدد عليها وقال لهم انا هديكم كل الدعم والمساعده وهتابع معاكم واللي انتوا عايزينه انا هعمله لكم، بس في الاخر يبقى عندنا صناعه الوقود النظيف والطاقه المتجدده. دي طبعا دايما حقيقه، يعني دي حاجات دايما سياده الرئيس ياكد عليها ان عايز يبقى في امكانيات وقدرات موجوده في مصر. كل حاجه تفيد البلد يعني. نعم. صراحه يعني النهارده. نعم. كل كلامه ان احنا هنساعد وان احنا موجودين واحنا معاكم وبنضهركم وهنسبورت ليكم كل ده، بحيث ان يشجعهم ان هم فعلا الاستثمارات دي مش بس تبقى في السخنه بقى، لا تبقى في اكثر من ميناء اخرى. برضه انا كنت اتكلمت مع سياده الرئيس، قلت له يعني ما سمح لي ان انا اتكلم. التعاون معاهم مستمر، تعاون كبير جدا، هم الشركه متعاونه فعلا معانا وبدليل واحنا شركاء معاهم. ايوه. هو برضه فكلمت على موضوع التدريب، هيبقى في اشتراك معاهم في التدريب، سواء تدريب المرشدين عندنا والكوادر الاداريه عندنا في الهيئه. ايوه. والحاجه الكويسه ان هيتعمل التدريب ده في المحاكي عندنا، لان هم قالوا فعلا النظام دايما عندهم فين يا ست الفريق؟ عندنا احنا عند حضراتكم. تمام. في الهيئه. كنت انا دايما بتكلم ان احنا عندنا المحاكي ده والسيميليتور، اكبر سيميليتور موجود في الشرق الاوسط. نعم. وجاهز ان هو يتعامل في موضوع التدريب، سواء كان للمرشدين او عمال القطارات او قطين القطارات او الكراكات او التلوث او الخرائط الالكترونيه. فهم كانوا راحوا شافوه وعملوا سيرش ليه وقال لا ده يصلح كويس جدا. فهم هيجيبوا الناس بتاعتهم مجموعه التدريب وجايبين خطه تدريب، يعني حتى المدير التنفيذي بتاع التدريب هيجي الاسبوع الجاي، هقابله من الاربعاء ان شاء الله الجاي. نعم. وهنحط الخطط والبرامج بتاعت التدريب، بحيث ان بعد كده هنعمل امتداد للتدريب ده، مش بس في مصر، صالح مصر بس، لا بالعكس هيبقى برضه هيشمل الدول العربيه معانا. فدي برضه من النقط اللي هي المهمه، ان احنا بنركز على تبادل الخبرات والتدريب مع هيئه. ده مهم جدا. طبعا مهم جدا جدا، ودايما سياده الرئيس بياكد عليه ان احنا نرفع من قدراتنا وامكانياتنا. نعم. وتدريب العماله وتدريب الموظفين وتدريب المرشدين، كل دي حاجات مهمه. فدي برضه من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها واللي هننفذها على طول فورا. فصراحة هو كان لقاء مهم وكان مفيد ومثمر، يعني ان احنا نتعاون في موضوع الطاقه النظيفه والوقود النظيف لتموين السفن، وهيعملوا محطات لتموين السفن، والتعاون في التدريب، مجال التدريب.